ريفيرب برايت وشمري. ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنشرح بقى الليرنج، ازاي نعمل كذا صوت فوق بعض لما معانا مثلا شويه كوردز، والكوردز دي عايزين نطلع منها صوت كومبلكس وحلو. وده ممكن اتشيفه، طبعا ممكن اتشيفه بصوت واحد مفيش مشكله، بس ممكن برضو حاجه من الحاجات اللي بتحصل كتير قوي في البرودكشن ان الصوت الكوردز ده او وات ايفر الحته اللي انت بتلعبها، يعني كومبو بتاعك يعني، بيبقى مكون من كذا لير، يعني بيبقى اصوات فوق بعض بتاتشيف نفس الصوت في الاخر. يعني بيبقى صوت كبير متكون مثلا 4-5 تراكات، ودول غرضهم ان هم يعملوا صوت واحد بس كبير، يعني في الاخر نسمعه ان هو باتشايه واحده. الفكره ان الاصوات اللي بتنزل في معظم السينسايزرز والرومبلرز وكده بتبقى اصوات اوريدي كبيره ومليانه وكده، بس هي ما بتلقش قوي لما تيجي تحطها على اغنيه سبيسيفيك، تحس ان هي اوت اوف بليس كده، ما لهاش علاقه باللي بيحصل. فانت لازم انت للديزاين ده عن طريق ان انت يا اما تشيل اجزاء كتيره من الصوت اللي انت شغال فيه ده وتبتدي تلاير عليه حاجات تانيه لو عايز، او تبتدي تعمل اصوات فروم سكراتش. الاصوات اللي فروم سكراتش دي هنتكلم فيها لما نيجي نشرح بقى سينثيسز بعدين، بس دلوقتي هنتكلم في حاجات بيسك خالص. لو انت قاعد بتختار اصوات من السينثيسايزرز اللي عندك او الرومبلرز اللي عندك ومحتاج تعمل صوت كبير، تعال نشوف ازاي. فانا دلوقتي هألف اي شويه كوردز كده هنلعبهم ونحاول نجيب اخرها، يعني نحاول نشوف نقدر نطلع كذا طعم من الكوردز دي. فانا هعمل زي ما ببتدي انا كل مره، بلعب حته بيانو كده، وبعد كده مش بالضروري اخلي البيانو ده في الاخر، ممكن اشيله ممكن اسيبه العبه تاني، المهم ان انا بألف بس الـ يعني زي ما تقول كده الماب اللي انا همشي عليها يعني. فنبتدي كده نشوف ممكن نعمل ايه. دي كده شويه كوردز ألفتها انا من شويه كده سيكونس كده، وطبعا لعبها بطريقه يعني تليق على البيانو شويه، بس مش ده اللي احنا مهتمين بيه دلوقتي. اللي احنا مهتمين بيه ان احنا نحاول نبيلد كومبو كبير او صوت كبير حوالين الصوت ده، لو هي مثلا بورت جوه اغنيه وفي عليها بيت وكده وهكذا. فعايزين الكوردز اللي ورا الهارموني اللي ورا يبقى يعني يبقى حلو وكبير ومليان وكده يعني. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هخش على البيانو ده واعمل له كونتايز 100%، اطلعه صوته ميكانيكال جدا وكمبيوتر جدا، وده عن قصد لان انا مش انترستد بصوت يعني بالتكشر بتاع البيانو، على قد ما انترستد ان انا يبقى عندي ماب. بعد كده بقى نشوف الحكاية دي ممكن نعمل فيها ايه. لو في حاجة مزعقة ممكن نوطيها عادي. تمام، اكتفي بكده. تعال بقى نشوف ممكن نحط ايه تاني. تعال نجرب نشتغل بأومني سفير لان فيه اصوات كتيره جدا، وبعد كده هنخش على حاجات تانية. تعال نشوف كده. اول فكره ممكن تجي لك ان انت تحط صوت باد هو عباره عن سنتسايزر، الاتاك بتاعه بطيء، معناه ان هو بياخد شويه عبال ما الصوت الاتاك بتاعه مش بريزنت، الترانزيت معمول لها فيد، فبحيث ان هي بتطلع ان تايم تبقى صوت مستمر، وبيبقى الريليز بتاعه الصوت الانتهاء بتاعه خالص بيبقى برضو ممتد، فبيبقى صوته almost atmospheric وبيليق جدا على اي حاجة تستخدمها ككوردز في انواع كتيرة من الموسيقى، بتدي جو حلو وبتمسك الهارموني كويس، بتديك المعلومات اللي انت عايزها من الهارموني من غير ما يبقى الصوت ليه علاقة بالآلة، لان الآلات المعروفة زي البيانو والجيتار والرودز والكلام ده كله بيبقى يعني آلات ليها صوت ليها كاركتر واضح يعني. فانت ممكن متبقاش يعني محتاج كاركتر واضحة وعايز تقدم الهارموني بشكل ميستيريوس شوية، فالباد ساعتها بتبقى مناسبة قوي يعني. تعال نشوف ممكن نعمل ايه. احنا ممكن نخش كده نختار باد كده ويعني نسمع البادز اللي موجودة، وزي ما يطلع بقى نشوف هيحصل ايه. اللي انا بحب اعمله ان انا هكتب تاني الاصوات دي، يعني اجيب اي صوت مثلا مش باد بقى، ممكن اجيب اي صوت، اجيب صوت برضو يعني شبه الباد زي الاورجن مثلا، مش ده اللي هنستخدمه في الاخر، بس الغرض من الصوت ده ان احنا نحاول نريكرييت الكوردز دي بشكل
يبقى ما فيهوش لعب كتير ولا passing notes و transitions وحاجات زي كده زي ما البيانو بيلعب، لان ده مقبول جدا في البيانو، لكن هيبقى صعب شويه، مش في كل الاوقات يعني، بس هيبقى صعب شويه لو عايز تعمل صوت باد مستمر، او على الاقل احنا مش عارفين، احنا يعني مش عارفين الصوت النهائي اللي احنا عايزين نعمله عامل ازاي، احنا نكتشف مع بعض. بنبتدي الاول بابسط حاجه ممكن نقدمها خالص، فاحنا هنريكرييت ده هنلعب فيه يعني، بحيث ان احنا نطلع صوت يليق على معظم السينثسايزرز اللي احنا هنحطها البادز وكده يعني. هنبسطه عن كده. فاول حاجه هنعملها ان احنا طبعا هنشيل السستين بيد اللي انا لعبت بيه ده، هشيل انا بقى الريبيتيشنز دي واحاول اخليه يبقى صوت مستمر. انا امسك الكورد ده كده وهلغي دول بقى، هنشيل برضو النوتس الزياده دي، ولو احتجتها تاني اعملها يعني مش مشكله. منظر زي ده كده كله كده بقى بيلعب كمبيوتر بالظبط، متصل كده زي ما احنا عايزين، عشان نبتدي نبني عليه بقى اللي احنا عايزينه. وبعد كده تاني حاجه هعملها، انا هحاول اخلي الفيلوستيز قريبه شويه من بعض، مش لازم تبقى بيرفكت يعني. خلي صوتهم كده مناسب. بعد كده هنشغل البيانو اللي احنا عملناه ده، مبدئيا هنعمل نسخة تاني من الصوت ده، عشان لو لعبنا فيه جامد يعني واحتاجنا تاني نخليه هنا، ونخلي ده كده لون تاني عشان النظر. نبتدي بقى ايه نجيب الصوت اللي احنا عايزينه. تعال اول نشوف البادز، لان البادز دايما بيبقى اول اختيار بيجي عند البروديوسر يعني. هو بيجيب باد، والباد مشكلة البادز اللي هتلاقيها بالذات في برنامج زي اومني سفير ان هي بيبقى صوتها كومبلكس قوي وفي لايرز كتير، ويعني تحس ان الصوت نفسه مش مستحمل حاجة تانية تلعب جنبيه، ودي حاجة هنحاول نحلها عن طريق الليرنج. فهنجرب مع بعض، انا مش محضر، هنجرب مع بعض ونشوف ايه الاصوات اللي ممكن تليق كده بالتجربة يعني. طبعا الموضوع ده هياخد وقت، وهقول لكم انا خدت يعني اخترت الصوت ده في الاخر على اساس ايه. اي صوت يعني هجريه ده معناه ان ده صوت يا اما بيزي قوي يا اما مش لايق خالص على المود، يعني مش نافع لاسباب كتير يعني. طبعا دي برضو ما فيهاش صح وغلط، هي بتبقى التيست بتاعك يعني. بس هو حاول اول تختار اصوات محايده في الاول، ولو حابب تخليها كومبلكس بعد كده اعمل كده، لكن حاول تختار حاجات محايده وبيسك جدا في الاول، وابتدي علشان الموضوع يبقى كالكوليتد يعني معاك، عشان تعرف تحط ليرز كتير يعني. لقيت انا صوت كويس، واقول لكم ليه كويس. تعال نسمع الاول الصوت ده لوحده. الصوت ده وورم وفي الميد رينج بريزنت، بس احنا هنظبطه عن كده. قبل بس ما نظبطه انا هحاول العب البيانو ده تاني بس بشكل احلى من كده يعني، بشكل رياليستيك شويه، ونعمل له برده كوبي عشان لو غيرت رايي، ونبتدي نلعب بشكل اظرف شويه. هعمل الحكايه دي بسرعه يعني، لان ده مش موضوعنا دلوقتي. عدلت انا البيانو، خليته صوته كده طبعا، غيرته، بس ده مش موضوعنا دلوقتي البيانو يعني، بس غيرته شويه، غيرت التون بتاعه. نسمع كده. فبالتالي البيانو بتاعنا بقى سوفت قوي. طبعا لازم الاصوات اللي هنركبها عليه تبقى سوفت يعني، لازم تجامله من الحته دي. طبعا احنا ممكن نغير الاختيار اللي احنا اخترناه في الاول ده بتاع الباد، بس عايزين اي نقطه بدايه نبتدي نشتغل ونحسن واحده واحده. انا هبتدي اعلي كده بس عشان اسمع الباد بيقول ايه.
اول حاجه هعملها ان انا هبتدي ابسط شويه النوتس دي، لان النوتس دي تعتبر كتير شويه. هنسمع كده لوحده ونشوف يعني نشوف الاصوات اللي احنا ممكن نستغنى عنها. يعني لو جينا نلاحظ ان احنا حاطط السي هنا مرتين والاي شارب هنا مرتين، دي الكوردز يعني، انا ممكن نضحي بواحده فيهم، والجي مرتين برضو. ممكن طبعا هنغير في الانفيرجنز، ممكن نخليها ما تبقاش التون اللي بتلعب في حاجه بتريتش هايز او بتعمل توب ميلودي. يعني احنا اوريدي عندنا توب ميلودي في البيانو، عايزين نحافظ عليه سو فار، يعني لحد دلوقتي ده اللي ظهر معنا. وهنا ناقصنا الجي، فهنحط جي هنا عشان ما يبقاش كورد نوتين بس، المفروض يبقى تلاتة على الأقل، فنعمل ده كده. بس ده هنا منطقي، ده يبقى سي. مش حلوة، هي غامقة كده. ده كورد 7، فده هيبقى استثناء يعني. وده كورد برضو 4 فويسز، فمنطقي ان احنا ننكلود الفور نوتس مع بعض. بس هنا في برضو هنا نوتة متكررة هنحلها. طبعا نشوف بقى باد احسن من كده كمان، فممكن نعمل ساوند ماتش نقول له هات لنا اصوات متشابهة للخامة دي. الاقي الصوت عجبني جدا اللي هو ده، لو تلاحظوا عليه بلاوي سودا مش محتاجينها خالص. فاول حاجه بعملها لو لقيت صوت فيه حاجه عجباني، اول حاجه ببتدي هنا في اومن سفير بيبقى فيه تاب فيه كل الافكتات اللي محطوطه على الصوت. الصوت ده بيبقى مكون من صوتين فوق بعض، يعني ايه ده صوت وبي ده صوت تاني. فالاف اكس ده بيلعب على المجموعه اللي هو مجموعه الاي والبي، وبيلعب على البي لوحده والاي لوحده. فاحنا كده معانا صوتين، فاحنا اول حاجه بقى في الاف اكس. تاني حاجة بسمع لير لير، ده الصوت اللي انا مش حابه، فانت هنشوف ايه ده الصوت اللي انا حابه. وزي ما تلاحظوا هتلاقي ان كل صوت وليه الطريقه بتاعته في الانفلوب بتاعه مختلف جدا. الانفلوب اللي هو الاي دي اس ار اللي انا شرحته قبل كده كتير، لو الاتاك بتاعه بيختلف. وانا بحب دايما البادز اللي الاتاك بتاعها مش بيبقى بطيء قوي، لان البطيء قوي ده عايز اغنيه امبيانت بطيئه جدا تقعد وقت كتير قوي عقبال ما الكورد يتقال، والكورد يقعد فتره طويله عقبال ما الكورد التاني يدخل. يعني بتليق على جونرز معينه كده، وبتليق دايما في البرودكشنز اللي هي بيبقى فاضيه وما فيهاش حاجه. لكن لو دي اغنيه وفيها بيت وفيها حاجات زي كده، حتى لو ده انترو او كده برضو ممكن الموضوع يضايقك. فانا بحب دايما الاتاك يبقى سلايتلي بريزنت موجود، يعني الاتاك يبقى شويه سريع. فده وبحب الاصوات الورم جدا في البيانو، لان هي اكتر حاجه بتريبريزنت الميد رينج كويس. وده كويس ممكن ابتدي اتعامل معاه يعني. فهنخش نشوف بقى الافكتس اللي محطوطه ايه. كده كده انا البي ده انا ما خدتوش اصلا خالص، انا قافله، فانا ده هقفله عشان بس برضو ما تلخبطش. وهنا في اوكزيلري برضو علشان يبقى في اصوات من بره. ده تو ماتش الصراحه بالنسبه لي، فهنقفل دول كده.
مش محتاج الديلي ده. الكمبريسور ده حلو، مخلي الصوت كونسيستنت اكتر. دول حلوين برضو، هشوف الصوت ده نقدر نلعب فيه فيردر عن كده ولا لأ. تعال نشوف هنا حصل هنا زي قطعة كده، نشوف دي حصلت ليه. تعال لو قربنا الانفيرجنز اكتر من كده كمان يمكن الصوت ده مش حابب الموضوع. ساعات بيبقى على حسب نوع الباد نفسه. في برضه حاجه عايز اقولها لكم، ان في اصوات بتبقى في الديزاين بتاعها مش سنسيتيف للفيلوستي، معناها ان انت يعني ده سواء اعلى حاجه او اوطى حاجه نفس الصوت بالظبط ستيل عالي. دي مجتمع ممكن نظبطها من جوه، بس يعني مش مهم قوي دلوقتي. يعني هو تاخد الصوت الديزاين بتاعه كده مفيش مشكله، في اصوات كتيره كده. يعني انا مثلا كررت الاف، مع اني في الاول ما كنتش عامل كده، بس حسيت ان الدنيا فضيت قوي هنا وان الاصوات دي بعدت قوي عن بعض، بقت مسافه كبيره. فان كيس في الكيس دي انا زودت هنا الاف تاني، ودي حاجه انا قلت ما نعملهاش، بس برضو لازم تبقى فليكسبل انت تسمع بودانك تشوف الاصح لودانك. وممكن ارجع في كلامي واشيل الجي دي مثلا، ممكن ما احبهاش في الاخر، كنت كده احسن. الأصوات برضو لو قربت قوي من بعض، لو أصوات ميد رينج بالمنظر ده الدنيا هتغمق قوي، تحس إن في أصوات كتيرة قوي جنب بعض قريبة جدا في الفريكونسيز. والصوت ده يعني ده الصوت ده ساين ويف، فيها هارمونيكس كتيرة معمول لها ساتوريشن وحاجات زي كده، فالساين ويف دي بتبتدي تجنريت هارمونيكس من الديستورشن اللي عليها وحاجات زي كده، فالنوت بتتقرب من بعض فبتعمل صوت مش حلو لو أنت لاعب أصوات جنب بعض. طبعا هي مش قاعدة ثابتة برضو، مش في كل الكيسز، بس ساعات بتبقى دي الكيس. يعني دي انا شاكك فيها بس هنشوفها بعدين. تعال نشوف دي كده اخبارها ايه مع البيانو. حاجة جميلة جدا برضو ان الصوت ده هو ثابت قوي، الستايل ده عايز حنيه شويه، فاللي هو انا عاجبني التشينج الفوليوم في الاول اللي هو الاتاك ده، اللي هو بيبقى صوته واطي قوي في الاول كده في لحظه وبعد كده بيعلى. بس اللي مش عاجبني ان هو مثلا في الحته يفضل ثابت كده، شكله مش اورجانيك، صوته تحسه يعني مش طبيعي، يعني صوته ثابت زياده عن اللزوم. فاحنا ممكن نحقق ده ان احنا نعمل حاجه اسمها اوتوميشن. اوتوميشن ده معناه ان احنا بنبعت للتراك ده فوليوم فيدر بدل ما نلعب. هنا يعني انصحكم ان انت تلعب بفوليوم فيدر، من سيب ده في حاله عشان ده بيتغير كل شويه بتقعد تغيره، لكن ده ممكن تثبته مره ويبقى اندبندنت من الفوليوم ده. فاحنا ممكن نعمله ان احنا نوطي شويه في القفلات يعني كده، ولا ممكن يعني نعزز فكرة ان في اتاك كده صوت واطي في الاول، وممكن نبالغ فيها شوية بالفوليوم. يعني انا مش عايز تبان قوي لان اوريدي اصلا هي كده كده موجودة. ممكن نشيل ده مبدئيا، نكرر دول، يبقى في كل بدايه عندنا حاجه زي كده. دي حاجه خاصه في الصوت ده فقط، يعني مش هنعملها في كل مره لان هي دي ظروف الباتشايه دي بالذات. هنعمل كده. الحاجه كمان اللي انا عايز اعملها بقى اللي هي دي المهمه، انا عايز من اول مثلا الجزء الثاني من الكورد نبتدي الموضوع يبتدي نبتدي
يموف في الفوليوم. خلاك الصوت لوحده مش لازم يبقى حلو يعني، يعني اللي انت عملته ده مش ممكن، ممكن تسمع الباد لوحده تلاقي يعني تلاقي النتيجة دي صوتها غريب، بس مش مهم، المهم ان هو مع المزيكا مع بقية الليرز يبقى منطقية. انا مثلا مش محتاجة ده كله، او يمكن مبالغ زيادة عن اللزوم فاعمل كده. ابتدي كرر ممكن نعمل، احنا ممكن نراجع نشوف هل فعلا الريجستر ده اللي احنا بنلعب بيه، الطبقه اللي احنا بنلعب بيها بالبادز دي، هل هي احسن حاجه ولا ممكن يبقى في احسن، فهنتست تاني كده. بعد كده احاول اخش على لاير تاني واشوف نقدر نعمل ايه تاني، فهكرر الصوت ده كده تاني، ساعتها بقى اقفل الاوتوميشن ده لان ده كان خاص بده بس، وهبتدي اركز ان انا اجيب صوت تاني شبهه شويه برضه. في حاجة كمان هتلاحظوها، ان انت لما تيجي تختار اصوات تانية هتلاقي ان في اصوات بيبقى يعني هي ديزاين ده انها تلعب في ريجستر معين في اوكتاف معين، هتلاقيها صوتها وحش جدا مثلا لو انت يعني بتلعب يعني كررت نفس الميدي، فهتلاقيها صوتها غريب، فانت هتحتاج مثلا تشيفت اوكتاف كامل. ففي الحالة دي هنا في بلوجن بيخليك تشيفت هنا بسرعة، بحيث ان انا بدل ما كل شوية اخش هنا واشفت بايدي هنا، فممكن اعملها من بره بسرعة وانا باوديشن يعني. فنشوف كده. الصوت ده لايق جدا مع اللي فوق، تعال نشوف ازاي ممكن نلاقيه اكتر من كده. هنسمعه لوحده. في برضو حاجه في الباد، لما يبقى عندك باد كده صوته سايح ومتصل، حاول لو لقيت نوته متكرره حاول تسيبها كده. ساعات بيبقى لا، يعني ساعات بتبقى عايز الاتاك تاني بتاع ان هو يبقى كورد، بس ده على حسب طبيعة الكورد يعني. تعال نسمع كده. نتيجة مش وحشة. هنا هناخد ال يعني هناخد الكورد ده عشان الجي هنا اتكررت، فنحط بقى بقية الترايد اللي هو هنحط E فلات. دي برضه نفس القصة، دي جي فلات ميجر. ممكن نقرب كده ده تاني. ممكن ناخد السي دي برضو طالما هي مستمرة معانا. فيها كمان ممكن نعملها، ولا ناخد كوبي من دي عشان غالبا هنحتاجها تاني. ناخد كوبي من دي كده في حتة بعيدة.